أنا الدكتورة إنصاف الربضي، أستاذة علم الجمال في الجامعات الأردنية. بداية أنا في دراستي، من خلال دراستي بديت في البكالوريوس في مصر، وكان تخصصي تصميم. هاجرت على أمريكا مع أهلي كمهاجرة وسكان نيويورك، وهناك يعني درست دراساتي العليا، فبحمل أكثر من شهادة، ماجستير ودكتوراه في الفلسفة علم الجمال من جامعة نيويورك يونيفرسيتي، وبحمل شهادة أيضا ماجستير ودكتوراه في العلوم السياسية، وأيضا MFA في الديزاين. درست علوم سياسية برضه كمساقات إلى جانب وجودي في كلية الفنون. المواهب الفنية أكيد بطبيعة الحال المواهب دائما بتبان من طفولة الواحد، وكوني أنا درست في عجلون أساسا، مناهج هاي المدرسة واهتماماتها بالفنون كانت كثيرة، بالإضافة إلى طبيعة البيئة في عجلون لابد ما يكون لها أثر، لأنه بتقدرش تعزل حالك عن بيئتك، وأعتقد أنه البدايات كانت هناك. ما في معرض لفنان عالمي انعمل في أي متحف بالفترة اللي أنا إقامتي في نيويورك مع أهلي إلا تابعتها وحضرتها، سواء كان من خلال مساقات الفنون اللي أساتذتنا يروحوا يشرحوا لنا وفسروا لنا إياها، أو في مجال متابعتي أنا، أو حتى عملي لما اشتغلت في أحد المتاحف مرممة. وبالتالي هذا الإشي كتير عزز دراستي وأكد حضوري. وإذا أنت بتشوفي حتى من يعني بيجي بشوف المعرض بحس قديش متابعاتي للمعارض العالمية أنه واصل لمستوى مش أقل، وبالتالي عندي هذه الجرأة في الألوان، عندي هذه الجرأة في التخطيط، عندي الجرأة في التعبير عن المواضيع، عن المشاهد اللي أنا بحكيها. فهذا المعرض مش أول معرض، أنا عاملة كتير معارض شخصية سواء كان في الأردن أو برا، ومشاركة في عديد من المعارض اللي بالاشتراك مع فنانين آخرين. هذا المعرض حبيت أعطيه عنوان الحياة مستمرة والنور لن ينطفئ، هذا العنوان، وسميته بانوراما الحياة والنور، لأنه في كتير سكشن من هذا المعرض بيعبر عن هذا الجانب، عبارة عن مشاهد وفصول من الحياة، يعني مشهد وفصل بروح وبدخل غيره، وبالتالي أعطيت هذا العنوان الرئيسي، علما بأنه المعرض بضم أكثر من اتجاه وأكثر من أسلوب، لأنه الأسلوب اللي أنا بستخدمه سواء كان انطباعي أو سواء واقعي أو تجريدي أو تكعيبي أو كلاسيكي حتى، الموضوع بفرضه، الموضوع بخليني أختار نوع الأسلوب اللي أعبر فيه عن الموضوع اللي بدي أرسمه. وطالما عندي الإمكانيات والسيطرة على كل هاي الأساليب واللي عززتها دراساتي، يعني اطلاعي هالطويل في مجال الفن والدراسات، صرت مطلعة على كل الأنماط والأساليب المتبعة عالمياً من العصر الوسيط حتى الآن. في المعرض كتير عناوين أنا معبرة عنها، النغم ولون ومجموعة من الأعمال بتخدم هذا العنوان، والغاية منه إنه هو كيف ممكن تلقائية الإنسان في مشاعر تعبيره وارتباطه في الموسيقى. طبيعي هيد عاملة أنا عليه أبحاث، بس بعطي نموذج. موسيقى اللون عبارة عن موجات والصوت موجات، وبالتالي الباحثين وفي علماء عملوا مقارنات، وموجة الدو هي نفسها موجة اللون الأحمر،
فأنا بتصوري لو تحولت الألوان إلى ألحان ممكن إنسان ضرير يستمتع بلوحة. فمرات العين تسمع والأذن ترى. فأنا هاي الغاية من عنوان اللي أنا طرحته اللي هو نغم ولون، والأسلوب فيه واضح حديث. عنوان آخر أنا برضو استخدمته قريتي، وهذه فيها كتير من مشاهد بلدنا، سواء كان من عجلون، سواء كان عمان، يعني الأماكن، ارتباطي بالأماكن ونمط البيوت اللي أنا استخدمتها، اللي هو كانت الأم بيت بأم قيس عجبني وتكرر عندي وأصبح واحد من مفرداتي. ومش الغاية فيه أنه أنا بدرسهم بيت، بقدر ما أصبح داخل اللوحة تغير وضعه من بيت، أصبح كتلة، أصبح مساحة، أصبح لون. أيضاً في عندي عنوان آخر من الإسلاميات اللي بحكي فيها عن القدس، في عن الانتفاضة، أطفال الحجارة، يمكن هاي قضية تهم العرب كلياتهم وهمنا إحنا. والغصة هاي لازم بحسها، مش بدي أجبر حالي كيف أعبر عنها، هي جوانا فبتطلع تلقائية، وما بنقدر نعزل حالنا عن ما بيدور حوالينا. وبالتالي كتير من اللوحات أخذت مني هذا الجانب وعبرت عنها بأكثر من أسلوب. في شغلتين أنا طمحانة لها، أولاً لوحاتي تعيش، وأنا حريصة على إنها تعيش، وقاعد بخطط أي بيت يستقبلهم. طبعاً مش كل شيء الموجود كولكشن، أنا بختار أي اللي يعيش، وأي بيت يضمهم ويدير باله عليهم سواء وأنا حية أو بعد ما أفارق. الطموح الثاني وأنا عايشة وبشتغل، أكيد العالمية بضل طمع لكل فنان، ويمكن بحس مرات كتير أنا قريبة منها، هيك بحس بعد شوط هالمرحلة بالتدريس وبالخبرة وبالعمل الجاد. أنا مش منقطعة، أنا متواصلة دايما. وبالتالي يعني أكتر حلمين هدول اللي كفنانة، إنه العالمية إن شاء الله قريبة، وطبعا لي أعمال بمتاحف، وأيضا أعمالي اللي أنا بحبها تعيش وراي.